السلام عليكم. هذه متابعة لحالة حطناها قبل. إذا كان تذكر في الصورة، كان مريض عنده بيس ميكر، مريض عنده ضربات القلب، وكان عنده قلنا سوائل على الرئة اليسرى، وقلنا هي كيف نعرف السوائل تكون مقعرة بالشكل هذا. فالمريض جاي متابعة، وإذا ما لاحظوا هذه صورة جديدة، ف نلاحظ أن السوائل زادت مقارنة بالصورة اللي قبل. ففي الحالة هذه المريض يحتاج دخول المستشفى، فاحنا حولناه للمستشفى وسحبوا له السائل اللي على الرئة. الكمية كانت كبيرة جدا، 3 لتر ونص، وطبعا بعدين أعطاها للمختبر باش يعرفوا نوعية السائل. طبعا طلبة الطب يعرفوا أن في نوعين من السوائل التي تتجمع حول الأعضاء بصفة عامة، إما تكون مثلا في تجويف البطن أو في الصدر. طبعا يقولوا لهم ترانسيديت اللي هي بالعربي يقولوا لها ارتشاح، وإلا أكسيديت اللي هي بالعربي يقولوا لها إفراز. طبعا الأكسيديت الإفراز عادة يكون على جهة واحدة فقط، والسبب يكون موضعي عادة، يا إما التهاب، يا إما عدوى، يا إما سرطان عافانا وعافاكم الله. الترانزيديت اللي هو الارتشاح عادة يكون نتيجة زيادة الضغط الدم في الأوعية، ويصير في ارتشاح للسوائل في أنحاء الجسم. فالسبب عادة يكون سبب عام أو مرض عام، زي الفشل الكلوي أو اللي هو تليف الكبد، وينتج عنه ارتفاع ضغط الوريد البابي. حطينا حالة مرة بالشكل هذا، أو اللي هو الفشل في عضلة القلب. فالحالات هذه يعطونا اللي هو ارتشاح، وفي يكون بالجهتين. طبعا المريض هذا زي ما قلنا طلع عنده إفراز. طبعا هذا مش السبب الوحيد أو الحاجة الوحيدة اللي يقدروا يفرقوا بيناتهم. تلقى في الإفراز تلقى نسبة البروتينات عالية ونسبة الإنزيمات عالية، وطبعا داروا الاختبار تحت المجهر، وللأسف اكتشفوا أن في خلايا سرطانية. فالسبب تجمع السوائل في الحالة هذه كان نتيجة سرطان بالرئة، بس السرطان كان ثانوي، يعني المصدر السرطان مش من الرئة، من مكان ثاني. المريض كان عنده سرطان في المعدة في 2008، يعني 14 سنة، فمش معروف إذا كان السرطان رجع وانتشر في الرئة قبل لا يظهر في أي أماكن تانية، أو أن يكون السرطان جاي من جهة تانية، والأول ظاهرة لي كانت هي تجمع السوائل حول الرئة. فواحدة من الحاجات اللي داروا في المستشفى أن سحبوا السوائل هذه، وبعدين حقنوا اللي هو الغشاء البلوري حول الرئة، حقنوه بمادة باش تمنع تجمع السوائل مرة تانية، وبعدين بيتحول إلى قسم الأمراض السرطانية أو قسم الأورام، ويشوفوا شنو ممكن يعالجوه. طبعا مريض عمره 84 سنة، ففي الحالة هذه ممكن يكون علاج تحفظي فقط، واللي هو باليتيف زي ما يقولون المسكنات فقط، يعني ناخذ في الاعتبار عمر المريض والحالة الصحية متاعه. وشكرا.